السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. يا جماعة، عروض جدا قوية. وين في بيت الترف المفروشات؟ صورت لهم قبل 10 أيام، وكثير جدا سألني عن المحل وعن العروض اللي ما لحق عروض. والآن توفرت كميات كبيرة جدا وأسعار خاصة لكم، ولمدة 5 أيام فقط، أو حتى نفاذ الكمية 5 أيام اللي بيلحق فقط. في فرعهم الموجود في حي النسيم في سوق حراج النسيم، اكتبوا في جوجل ماب بيت الترف النسيم بيوصلكم هنا مباشرة. ما عرفت الموقع شو تسوي؟ ترفع الشاشة أيضا توصل هنا دايركت. العروض القوية والأسعار والأصناف في السنابات القادمة. ما شاء الله الفرع من الداخل، اليوم العروض مدتها 5 أيام على بديل الباركيه الفينيل والموكيت والسجاد وبجميع المقاسات. 5 أيام أو حتى نفاذ الكمية، العروض موجودة في الفرع فقط. ايضا توصيل داخل الرياض مجانا الى باب البيت، تجي تقص تختار الشكل والعرض اللي تحتاجه وتقص فاتوره ويجونك الى باب البيت مباشره. ركزوا في الاسعار في السنابات القادمه. ان شاء الله الموكيت والتنوع الكبير عندهم في النكشات. السعر المتر 33 وشامل توصيل وتركيب وايش ولباد وحديده وبسعر 33 ريال الرياض. يجونك إلى باب البيت، تقص فاتورة، تجي تختار الموكيت اللي تحتاجه وتقص فاتورة ويوصلونه ويركبونه. والمتر 33 للمتر المربع، للمتر المربع. وهذه النكشات كلها للموكيت، ما هو نوع ولا نوعين ولا ثلاثة كنكشات، لا لا لا، كل هالخيارات من الموكيت ونكشات وأشكال وتنوع كبير. والمتر 33 ريال للمتر المربع شامل كل شيء. الله يوفقنا وياكم. سلطان، هالموكيت وش نوعه؟ هذا الموكيت صيني يا اخ ماجد، اكثر طلبيه في السوق حاليا. ترى الصيني فرو تجيك ناعم خامتها، يجيكم بهالاشكال وفي منه خيارات ونكشه عديده. طيب السعر كم؟ السعر 30 ريال المتر المربع. 30 ريال وش يشمل؟ شامل لبات، لبات توصيل وتوصيل وتركيب وحديده داخل الرياض. يعني تجون الفرع تختارون الشكل المناسب لكم، تقصون فاتورة ويجون يركبونه بالأشياء اللي ذكرها سلطان، لباد وتركيب وتوصيل والحديدة والمتر 30 ريال للمتر المربع. الله يوفقنا وياكم. هالأسعار 5 أيام فقط أو حتى نفاذ الكميات. عندكم بديل الباركيه الفينيل، كم سعره سلطان المتر؟ السعر يا أخ ماجد ب22 ريال المتر. ب22 ريال وش يشمل؟ الحديدة والتوصيل وتركيب. توصيل وتركيب داخل الرياض إلى باب البيت، تجي تختار الشكل المناسب لك وتقص فاتورة ويوصلونه ويركبونه، وشامل الحديدة والمتر ب22 ريال لمدة كم؟ لمدة كم؟ 5 أيام. لعيون متابعينك والله، أو حتى نفاذ الكميات. الله يوفقنا وياكم. عندنا سجاد المداخل، كم مقاسه هذا يا سلطان؟ متر في 3، وفي خيارات كثير ونكشات كثير زي ما نلاحظ. نشوف كل هذه سجاد مداخل، كم سعرها سلطان؟ 95 95 ريال فقط، وخيارات كثيره جدا. وسجاد المداخل مقاس متر في 3 ب 95 ريال زي ما نلاحظ. نشوف مده كم يا سلطان؟ 5 أيام او حتى نفاذ الكميات، وفي خيارات كثير. اخر شيء نشوف، ما شاء الله سجاد المداخل بهالأشكال ب95 ريال فقط. كم سجاد المداخل خيشي، يجيكم بهالشكل ومنه خيارات وألوان. طبعا مقاس متر في 3، شوفوا الخيارات الجميلة جدا لسجاد المداخل. كم هذه سعرها سلطان يا؟ طبعا سعرها شدت معي شوية، يستاهلون كل خير. 150 ريال وفي خيارات كثير جدا. لمدة كم يا سلطان؟ 5 أيام وحتى نفاذ الكميات. و150 ريال سجادة مداخل وخيش والهبة الجديدة بسعر 150 ريال مقاس متر في 3. خيارات كثير جدا، أعتقد يكفي هالأشكال اللي شفتوها. أي سجاد مداخل خيش ب150 ريال فقط. هالنوع من السجاد الخيش كم مقاسه يا سلطان؟ متر 20 في متر 70. طيب أشوف الأشكال الموجودة. هذا أشكال، هالأشكال وبسعر كم؟ 99 ريال يا جماعة. هالأسعار خصصت لكم لمدة 5 أيام فقط أو حتى نفاذ الكميات. 99 فيه منها كميات؟ فيه منها كميات. 5 أيام فقط أو حتى نفاذ الكميات. الله يوفقنا وياكم.
عندنا هنا سجاد المداخل خيش، كم مقاسه سلطان؟ متر في مترين يا اخ ماجد. متر في مترين، والسعر؟ 99 ريال. وشوفوا الاشكال، 99 ريال لمدة كم؟ 5 أيام أو حتى أنا في هذا الكمية. كل هالأشكال اللي شفتوها، أي سجاد مداخل خيش بنفس المقاس اللي ذكرناه ب99 ريال فقط، 5 أيام أو حتى أنا في هذا الكمية. وهنا سجاد الخيش، هذا كم مقاسه؟ 80 في متر ونص يا أخ ماجد. 80 في متر ونص. سعر؟ سعر 80 ريال. 80 ريال، وفي منه خيارات وألوان ونكشات وأشكال. سعر 80 ريال فقط لمدة 5 أيام زي ما ذكرنا، أو حتى نفاذ الكميات. كل هذه خيارات. السجاد كم مقاسه؟ 80 في متر ونص يا أخي. 80 في متر ونص. السعر؟ 50 ريال. 50 ريال لكم لمدة 5 أيام. هالأشكال اللي تشوفونها، أي سجاد هنا ب50 ريال. حاول يطلع لي أكبر قدر ممكن من النكشات والأشكال، و50 ريال لأي شكل تشوفونها قدامكم. الله يوفقنا إياكم ما شاء الله. خيارات، تنوع، أيضا أشكال ونكشات، كل هذه خيارات، وعلى 50 ريال فقط لمدة 5 أيام أو حتى نفاذ الكمية. يكفي يا غالي. عندكم هالسجاد كم مقاسه؟ متر ونص في 220. والسعر؟ 150 ريال لمدة 5 أيام، وفي خيارات ونكشات وأشكال، وبمية وخمسين ريال أي سجادة تشوفونه قدامكم. كل هذه خيارات، حاول تستعجل عشان نشوف أكبر قدر ممكن من النكشات والأشكال والخيارات الموجودة عندهم. بسعر 150 ريال فقط لمدة 5 أيام أو حتى نفاذ الكمية. ما شاء الله، خيارات وتنوع عندهم زي ما نلاحظ. نشوف كميات كبيرة جدا، وفروها لكم لمدة 5 أيام. يعطيكم العافية. يكفي. سجاد المداخل مقاس متر في مترين، السعر 70 ريال. أشوف الأشكال الموجودة، سعر 70 ريال لمدة 5 أيام أو حتى نفاذ الكمية. هذه الأشكال اللي تشوفونها قدامكم، حاول قدر ما تقدر طلع لي أكبر قدر من الأشكال. شوفوا ما شاء الله، 70 ريال، والمقاس زي ما ذكرنا متر في مترين، 5 أيام أو حتى نفاذ الكميات. يا سلام. كم هالسجاد سلطان مقاسه كم؟ متر ونص في 220. والسعر ب150 ريال. أشوف الأشكال والخيارات اللي تشوفونها قدامكم، ب150 ريال لأي سجاد مقاس متر ونص في 220. كل هالخيارات، أي سجاد ب150 ريال لمدة كم؟ 5 أيام أو حتى نفاذ الكمية. هنا يعني آخر 5 أيام أو حتى نفاذ الكمية. هذه كل الخيارات اللي شفتوها 150 ريال فقط. أيضا اللي هنا 150 150 150. ممتاز، 150. كل هالخيارات بسعر موحد 5 أيام وخاصة لكم، 150 ريال فقط. يا سلام. باقي شيء؟ حاول 150. خلاص، إيه هلا 150. كل هذه 150 زي ما نلاحظ. نشوف 150 أو حتى نفاذ الكمية، 5 أيام فقط. عندكم هالسجاد الخيش مقاس متر ونص في 220. والسعر 250 ريال. أي سجاد هنا بهالأشكال تشوفونها من الخيش بسعر 250 ريال، وفي خيارات كثير جدا. وفرنا لكم أشكال كثيرة. و250 ريال لمدة 5 أيام فقط أو حتى نفاذ الكميات. هالسجاد مقاس مترين في ثلاثة، وبسعر 185 ريال زي ما نلاحظ ونشوف. أشوف الأشكال، أي شكل هنا للسجاد مقاس مترين في ثلاثة بسعر 185 ريال. حاول يا سلطان طلع لنا أكبر قدر ممكن من الأشكال حتى الكل يشوف الأشكال الموجودة، وبسعر 185 ريال فقط. كل هذه أشكال، أسعار لمدة 5 أيام أو حتى نفاذ الكميات. كل هذه خيارات ب185. حاول ما تنتقل، كل واحدة ورا الثانية. أيضا هنا 185 185 185، وخيارات والله كثير جدا. شوفوا هالمقاسات كلها، أو هالأسعار اللي هنا كلها 185. أيضا شوف هالأشكال 185. اللي هنا أيضا شوف أيضا اللي هنا 185. سعر موحد. عندكم سجاد الخيش مقاس 3 متر في مترين، وبسعر 350 ريال، وفي خيارات كثير. خلنا نشوف الآن 3 متر في مترين،
بسعر 350 ريال. كل اللي تشوفونه قدامكم خيش أيضا هالشكل الجميل بسعر 350 ريال، مقاس مترين في ثلاثة زي ما نلاحظ نشوف. لمدة كم؟ لمدة خمس أيام أو حتى على هذه الكميات. يا سلام، السجاد الجميل ومقاس مترين في ثلاثة وبسعر 350 ريال. 350 ريال، أي نعم. ونشوف النكشات الموجودة اللي عندهم أيضا، هالنكشات 350 ريال. حاول طلع الأشكال، وفي منه خيش لهنا، خيش 350، نفس المقاس مترين في ثلاثة. هل أسعار يشوفونها خمس أيام أو حتى نفاذ الكمية؟ الله يوفقنا وياكم. 350 ريال كل الأشكال اللي شفتوها قدامكم الآن. هنا مقاس مترين ونص في ثلاثة متر ونص، وبكم يا سلطان؟ 350 ريال، ولمدة كم يا سلطان؟ خمس أيام أو حتى نفاذ الكمية. زي ما نلاحظ نشوف أي سجاد هنا مترين ونص في ثلاثة متر ونص بكم؟ 350 ريال فقط. حاول قدر الإمكان طلع أكبر قدر ممكن من الأشكال حتى الكل يشوف ويستفيد من هل السجاد أو هالأسعار لمدتها خمس أيام فقط. بعد الخمس أيام لا حد يسأل عن هالأسعار. 350 ريال فقط، الله يوفقنا وياكم ما شاء الله. شوف خيارات أيضا، شوف هالخيارات و350 ريال. هالسجاد ومقاس 4 متر في 3 وبسعر كم؟ بسعر 500 ريال. شوف الأشكال الموجودة، هالسجاد اللي مقاسه 4 متر في 3 اللي تشوفونها قدامكم بسعر 500 ريال لمدة 5 أيام زي ما ذكرنا أو حتى نفاذ الكميات. كل هالخيارات اللي تشوفونها أي سجاد 500 ريال فقط. نشوف الأشكال أيضا اللي هنا واللي هنا واللي هنا أيضا، وخيارات كثير جدا. إلى النهاية سعر 500 ريال لمدة 5 أيام فقط، ممتاز. أيضا شوف الأشكال، كمل أيضا هالشكل الجميل، ويجي منه ألوان، واللي هنا أيضا، ومقاس 4 متر في 3 ب 500 ريال لأي سجاد شفتوه قدامكم. عسات السلطان، الدعسات المقاسة 50 في 80 والسعر لعيون متابعينك بتسعة ريال فقط. تسعة ريال، في خيارات ونكشات، تسعة ريال فقط لين نفاذ الكميات، حتى نفاذ الكميات زي ما نلاحظ نشوف. في كميات غير هذه؟ إن شاء الله في مخزن بإذن الله. أو بتسعة ريال فقط مدة خمس أيام أو حتى نفاذ الكميات، خيارات كثير جدا زي ما نلاحظ نشوف. يكفي.